على الساحل الأطلسي للمغرب هنا في الجديدة، الموقع الأفضل في العالم للعثور على الطحالب الحمراء. بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر تقصد المكان يومياً خديجة وعائلتها لقطف المحصول، إنه مورد رزقهم. سعر الكيلوغرام بين 50 و80 سنتاً، لكنه انخفض هذا العام. مادة الأغار تستخلص من الطحالب البحرية وتندرج ضمن مكونات منتوجات عدة من الطعام والحلويات، ولكن الطحالب الحمراء المغربية مهددة اليوم جراء الإفراط في استعمالها، إذ لا يتم احترام الحصص، وفقط في 5 سنوات انخفض معدل الطحالب التي عثر عليها هنا إلى 40%. في بعض الأماكن لم يتبقى شيء، الطحالب الحمر اختفت بالكامل، لكني قلق أكثر على وضع الناس، فالسائقون عندهم مسؤوليات، عليهم مستحقات الإيجارات والمياه والكهرباء. نحن نلاحظ ما يحصل، لكن ما الذي باستطاعتنا فعله؟ هل نفكر بالبيئة أولاً أم بأنفسنا؟ ولا تفكر نفسك انت أصلاً. إبراهيم يغطس على عمق 15 متراً ليعثر على الطحالب الحمراء، فمع صيد السمك إنه مورد رزقه الوحيد. إذا لم يتبقى طحالب نهائياً سوف يكون علينا أن نبدأ بالسرقة، لا يوجد بديل آخر، عملنا هو البحر. قد تبقى بعض الخيارات: إلقاء القبض على غطاسين مع شبكات صيد ممنوعة، اختفاء نبتة ثمينة، وفقدان أحد موارد الرزق.